ومنهم في المتأخرين أبو أحمد محمد بن أو ده اللي وصلنا إليه أهو الحمد لله. ابن الحسين الغطريفي الجرجان. قال الحافظ أبو علي البرزعي بلغني أنه اختلط في آخر عمره. أدي دي القضية أو الجملة دي هو اللي ذكرها ابن الصلاح، وبناء عليها اعتبر أن الراجل ده مختلط، وهو مستند فيها ان ابو علي البرزعي ده له مشيخه، وان هو قال الكلام ده في المشيخه. احنا طبعا لا انا ولا انتوا شفتوا المشيخه دي بتاع البرزعي لحد دلوقتي، ولا حد شافها؟ انا شخصيا ما اعرفش عنها شيء، لكن ابن الصلاح راى هذه المشيخة ونقل منها هذا النقل. فاللي خلانا احنا يعني نتوقف حاجتين. الامر الاول ان ابن الصلاح لم يسق سنده الى هذا البرزعي، ونحن لم نقف على مشيخة البرزعي، فاصبح هذه المعلومة صحيح ابن الصلاح محق فيها لأنه نقلها من مصدر، والمصدر الآن مفتقد ليس موجودا. فيقول لك طب وفيها ايه؟ ما خلاص مدام بعد سنة 300 خلاص هتعمل بالأسانيد ايه؟ قال لك لا بقى، هم هنا هيحنبلوا فيها ويقول لا، يا سند يا تتكلوا على الله. يقول لك الله، ما اللي بيقولوا دول الأسانيد راحت؟ يقول لك ناس ما قروش ما اشتغلوش، فشايفين ان بجرة قلم ها تنتهي المسألة. لو هم لا قدر الله يعني قرأوا مثلا كتاب المختارة للضياء المقدسي اللي هو متوفى 643، وشافوا ان هو راجل بيروي من مسموعاته من مصادر ما شافهاش انس ولا جن كان يعرفه. لكن ايه اللي يخليهم يروحوا للمختارة وهي مش في المقرر؟ ما يروحوش بقى، لان ما دام مش هيمتحنوا فيها. طيب مش هتروح، ما دام مش هتروح طب استنى شويه، اهمد لما تشوف يمكن العمليه تطلع مش في صالحك. فلذلك العراقي قال لا، العراقي 806 وابن الصلاح 643 والفاصل كتير، قال لا انا لا شفت المشيخه ولا أنا موافق على كده. طب لازم يبقى لك دليل. قال أنا هقول لك بقى الدليل. قول يا مولانا. قال العراقي لم أره لغيره وقد ترجمه. خلي بالك حكاية لم أره لغيره دي، لأن الذهبي في معرفة من تكل ما فيه وهو موثق يقول لك من انفرد بتوثيق أو بتضعيف فلا يؤخذ به إلا إن تابعه عليه غيره أو لم نجد غيره. اللي ينفرد ده تخلي بالك منه، مش بس بتدور على أي حاجة أشياء تتعلق بيها، لا دي مسألة دين. فقال والله أنا ما أقولش إن ابن الصلاح مثلا ليس متثبتا، هو الراجل ممكن هذا الكلام، خاصة وإن البرزعي ده ما بيقولش إن أنا مثلا إسنادي كذا، بيقول بلغني. يعني البلاغ يبقى الإسناد منقطع، فحتى لو لقيناه هيبقى رواية منقطعة الإسناد فملهاش قوة، بينما المصادر الثانية هيقولها بقى العراقي تلاقي لها قوة. ومعنى ذلك ان هو العراقي يقول اه صحيح انا بقالي قرنين بيني وبين ابن الصلاح، لكن انا بصراحة هتوقف في الموضوع ده. فشوف بقى، قال العراقي في النكت اللي هو قال العراقي لم اره لغيره، لم اره لغيره في قوة، وهو متفرد بذلك. هل متفرد مع وجود المخالف ولا بدون؟ هل مع وجود المخالف؟
احنا امتى المتفرد ندور عليه وننشأه، اما ما نلاقيش غيره لانه ما فيش حد بيعارضه ويكون اهل لان يوثق به. لكن اذا لقينا معارض له والمعارض قوي فلا بد ان ندخله في اعتبارنا. تفضل يا مولانا. وقد ترجمه الحافظ حمزة في تاريخ جرجان. حمزة السهمي ده معروف الراجل وله تاريخ اسمه تاريخ جرجان ومطبوع، وهو تلميذ الراجل ده. حمزة ده تلميذ الغطريفي. الغطريفي ده له جزء حديثي مطبوع الآن متداول، وفي منتقى كمان منه كنا حققناه زمان لما كنا في بنعمل نشاط طلابي اسمه المنتقى من جزء الغطريفي. فالراجل ده له جزء حديثي، وان حمزه ده يعتبر من تلامذته. فالراجل يبقى العراقي ماشي في البحث عن الاسناد، انه عايز يوصل لدليل معتمد على الاسناد. تفضل يا مولانا. فلم يذكر عنه شيئا من ذلك. ايوه ما قالش انه هو من ذلك، يعني من الاختلاط. طب وليه قال من ذلك؟ قال لانه حمزه ذكر في الترجمه دي انه هو وهم في احاديث والناس استدركتها عليه. لكن اللي يهم في حديث حاجه واللي يختلط حاجه تانية، لانه اللي يختلط ده كل الذاكره راحت، او بعبارتكم دلوقتي اللي هي جابت لنا المشاكل الويندوز كله ضرب مره واحده، فما اصبحش ايه في شيء. لكن اللي هو حديث حديثين يبقى لسه ما زالت الداتا قائمه، بس دول سقطوا منها يعني فتختلف. تفضل يا مولانا. وهو اعرف به فانه شيخ. شايف القرائن؟ شايف انك انت تعرف ترد على الاقوال المخالفه ازاي وتجيب لها الادله؟ انت تتعلم منها كده، مش احنا بنقرا عزق وبس، لا، انت تعرف من مناهج العلماء طريقه التصرف في الاقوال المختلفه. شوف ازاي؟ ها؟ وهو اعرف به فانه شيخه وقد حدث عنه الاسماعيلي. فانه شيخه خلاص. فيبقى أقول أنا دلوقتي جبت حمزة السهمي بالذات لأنه شيخ الغطريفي، فيبقى هو ألصق بمعرفة حاله، وهو يبقى الكلام مقدم على البرزعي، خاصة أن البرزعي لم يؤكد القضية فقال بلغنا. تفضل يا مولانا. شيخه وقد حدث عنه الإسماعيلي. وقد حدث عنه الإسماعيلي ده كلام مستأنف بيثبت بيه الإمام ابن العراقي توثيقه، توثيق فعلي، لأن التوثيق منه قولي ومنه فعلي. فالإسماعيلي له مستخرج على الصحيح، وهم بيعتبروا المستخرجات على الصحيح من ضمن كتب الصحيح. لكن لم يطبع يا أستاذنا لسه. لا مش لم يطبع، لم يوجد اصلا له نسخه. الحافظ ابن حجر كان عنده نسخه وكان في مصر هنا، لكن تجيبها منين دلوقتي يا حبيبي؟ ما تلاقيش منها ورقه واحده، لكن هي كانت عند الحافظ ابن حجر وشغال عليها في الفتح 100 100، وكذلك معاصره الشيخ ابن الملقن. لكن دلوقتي كل سنة وانت طيب. فلم توجد له إلا النقول فقط. وكان حمزة عنده، حمزة السامي كان عنده الإسماعيلي ده، وذاكر منه أحاديث في ترجمة هذا الرجل. فبيقول لك من ضمن الحاجات اللي تثبت عدم الاختلاط إنه الإسماعيلي احتج به، فهو ثقة عنده. ولو كان مختلطا لكان فرق بين المروي عنه قبل الاختلاط وبين المروي عنه بعده. فده دليل جديد، بعد التعديل القولي انتقل إلى التعديل الفعلي بالتصحيح حديثه بواسطة الإسماعيلي.
فقد حدث عنه الإسماعيلي في صحيحه إلا أنه دلس اسمه لكونه من أقوى. أما يقول لك طب خلاص يا عم مدام دلس اسمه يبقى الموضوع اتنسف، يقول لي لا، مش كل تدليس يفيد التضعيف. ازاي يا عم احنا اللي عارفينه كده؟ قال لا، ما انت ضيف بقى لمعلوماتك، امال هتبقى امام ازاي؟ انت ضيف لمعلوماتك بقى دلوقتي ان التدليس منه ما لا يقدح، وهو ان يكون تدليس مرض غير التضعيف وغير كذا. وطبعا هيقول سبب احنا ما نحسش به الان، لان الاسانيد عندنا اكترها معتمده على الاجازات. هو يقول لك لا، ده هو وقت ما كان الإسماعيلي بيروي كانت الأسانيد لها قيمة جدا، وبذلك اعتبرنا تخريجه تصحيحا. فطب امال كان بيدلس اسمه ليه؟ قال هو كان بيدلس اسمه لأنه هو صغير السن بس، لا لضعفه، وأن من ضمن أغراض التدليس أن يذكره باسم هو مطابق، يعني مش مكتوب لكن بعبارة مغايرة، بحيث أن اللي قاعد لو ما كانش ابن صنعة يفهم أن ده غير ده. فقال لك صحيح الإسماعيلي دلسه، لكن تدليسه لا يفيد تضعيفه. طب عرفنا منين؟ قال عرفنا بالقرائن اللي هي موجودة. تفضل يا مولانا. إلا أنه دلس اسمه لكونه من أقرانه لا لضعفه. طبعا لما ترجع لكتب التراجم هتلاقي بقى حكاية الصيغ اللي كان بيدلسوا بيها، يسميه كل مرة باسم، باسمه وكنية، بكنية من غير الاسم، وهو كلها تنطبق عليه. ليه؟ قال عشان يشعر المؤاخذة الغشيم إنه هو كسرة الشيوخ، بينما هم إيه؟ أسماء للشيخ واحد. فحتى برضو حتى وإن هم الشيخ واحد يريد أن يفيد أنه هو تميز على إخوانه الذين شاركوه من أهل الإسناد بهذه التغييرة التي ذكرها. وقد مات الإسماعيلي قبله، قبل صاحبنا ده اللي هو الجرجان. وآخر أصحاب الغطريفي القاضي أبو الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري ده متوفى سنة 450. وسماعه منه في حياة الإسماعيلي، لأن الجرجاني متوفى 377، فهو قبل تغيره إن كان تغير. إن كان تغير، يعني حتى التغير نفسه بيقولوا إن هو مش حاصل، فلو أخطاء، لكن الأخطاء شيء والتغير شيء آخر. الأخطاء تقع من الثقة، الثقة يقع منه مرة مرتين، لكن التغير كل يوم قاعدة زي الحلوة اللي احنا فيها دي يقش لك 5 6 فيعرفك بقى ان هو ده تغير. لكن الثقة يخطئ مرة يخطئ مرتين، اللي هو بيسموه النادر بالمتقارب بمروياته، ما تقدحش، يفضل ثقة زي ما هو، بس الأحاديث اللي غلط فيها دي تضعف بخصوصها، ما نخليهاش صحيحة. ما عداها يبقى داخل في الشرط العام. فضل يا أبو. قال وسمى آخر يقال. قال اللي هو مين؟ اللي هو العراقي. قال بقى أنا أقول لكم على الحقيقة، إنه فيه واحد يشتبه بالراجل ده، يشتبه بده، ويقال له الغطريفي أيضا، وإنه هو ده اللي ذكر في الميزان وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور ونسب إليه الاختلاط. فاحتمال إن يكون البرزعي ده اشتبه عليه هذا بذاك، من حيث إنه التاني ده اسمه محمد ابن أحمد ابن الحسن الجرجاني الغطريفي، وصاحبنا الاسم اللي هو مذكور له أحمد محمد، ما هو ده محمد وده محمد، وبرضه ده أبوه اسمه أحمد وده اسمه أحمد،
لكني المشتبه جده الحسن واللي معانا جده الحسين، وكل منهم وصف بالغطريف وتاريخ وفاتهم متقارب. فقال والله أنا بتصور أن يكون البرزعي، مدام بيقول بلغنا ما هوش يعني متأكد، يكون اشتبه عليه الغطريفي هذا صاحبنا بغطريفي آخر اللي هو وصف بالاختلاط، اللي هو محمد ابن أحمد ابن الحسن الجرجاني الغطريفي، وهو ده اللي ذكره الإمام الذهبي في الميزان، ونقل عن الحاكم إنه هو وصفه بالاختلاط، وإن الحاكم ذكر هذا في كتابه تاريخ نيسابور. فيبقى احنا معانا هنا اثنين، واحد ذكر خطأ وأن نسبته إلى الاختلاط ليست صحيحة، وهو الغطريفي اللي هو أحمد محمد ابن أحمد ابن الحسين الجرجاني، وواحد حقيقي وهو محمد ابن أحسن ابن أحمد ابن الحسن الجرجاني الغطريفي المتوفى 383. فيحصل الاشتباه امتى بقى؟ إذا أنت جبت جزء الغطريفي ده وشفت ناس بتدخل من طريقه في المرويات، فطبيعي إن اللي بيذكره في السند ما بيذكرش مميزاته كلها، لا ممكن يقول أبو أحمد الغطريفي، بينما الراجل ده التاني اللي هو محمد بن الحسن كنيته ليست أبو أحمد، فتقدر انت تميز انه ده بدل ده. لو ما قالش هذا ممكن انه يشتبه عليك، وفي الحالة دي تلجأ الى الطبقة. اللي جات للطبقة هتلاقي اللي متوفى 77 ممكن يبقى من طبقة اللي توفى 83. طب تفرق بيناتهم ازاي؟ قال لك بالشيوخ والتلاميذ. فاذا امكن بواسطة الشيوخ والتلاميذ يمكن التفرقة، إذا لم يمكن فما فيش مفر من حصول الاشتباه، ولا يتيسر هذا إلا إذا وقفنا على مؤلفات هذا أو مرويات هذا ومرويات ذاك، وبدون هذه الوسيلة ممكن أن يحصل الاشتباه. فأصبح الآن العراقي رد قول ابن الصلاح وأيده بأدلة كافية لإثبات أن ذكر الغطريفي المذكور في المختلطين ليس صوابا، وأن المذكور هو الغطريفي الآخر الذي ذكره الإمام الذهبي في الميزان ونقل عن الحاكم وصفه بالاختلاط. ولذلك اتفضل يا مولانا. قال وسمى آخر يقال ده الكلام ده كلام العراقي في النكت ده. قال وسمى آخر يقال له الغطريفي وافق هذا في اسمه واسم أبيه وبلده ونسبه، وتقارب في اسم جده، تقارب في اسم جده لأن الغطريفي بتاعنا أبوه حسين وصاحبنا ده أبوه الحسن، ما قالش بقى تماثلا، لا تقارب. وذاك قد اختلط بأخرى. أيوة. كما ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور. أيوة. ومذكور ده كلام طبعا تاريخ نيسابور مفقود، لكن الذهبي وقف عليه وابن حجر وقف عليه ونقلوا، نقل الذهبي في الميزان أن الحاكم وصف هذا الغطريف الثاني بأنه اختلط، وأن ده هو اللي مع لقيناش حد عارض. خلي بالك من طريقة اعتماد القول، ان احنا ما لقيناش حد عارض الحاكم في وصفه له بالاختلاط، بينما ذاك وجدنا اولا ابو البرزعي قال بلغنا، ثم وجدنا تلميذ ابو احمد الغطريفي الذي نفى عنه هذا.
قال لا هو صحيح أخذت عليه أحاديث، لكن أخذ أحاديث شيء والوصف بالاختلاط الكامل شيء آخر.